اهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن برنامج الضيف وقضيه. القضيه دائما هي تثار في المحاكم وفي مرفق العداله. يتعلق الامر بالاضراب الذي يخوض عدد من المحامين بمختلف الاشكال الاحتجاجيه للاسبوع الرابع. لمناقشه هذا الامر معنا الاستاذ خالد الادريسي. استاذ خالد الادريسي، اهلا وسهلا ومرحبا. اولا شكرا جزيلا لك على تلبيتك للدعوه مع انفاس بريس. اهلا وسهلا ومرحبا، واهني واشدد على هذه التهنئه لانفاس بريس على المواكبه الاعلاميه للموضوع الحقوقي والقانوني ولنضالات المحامين. تحيه لكم، وفعلا تعبرون عن الصحافه والاعلام النزيه والمسؤول والذي يواكب الاحداث من منطلق موضوعي، فهنيئا مره اخرى. شكرا جزيلا استاذ الادريسي، وهذا واجب. اولا يعني ممكن نقولوا بانه الملف ديال علاقه المحامين المتازمه بوزاره العدل دخلت اسبوعها الرابع على حسب الهيئات، كالهيئه اللي دخلت اسبوعها الثاني، ولكن على العموم هذا الاسبوع الرابع على التوالي تدخل لهذه الازمه هذه. اولا كيف ممكن انه نتكلموا شنو هو اصلا سبب الخلاف ديال هذا المشكل هذا ديال الضرائب مع وزاره العدل؟ بالفعل الان نعيش حاله احتقان. هذه الحالة هي ليست وليدة اللحظة، ولكنها ربما وليدة مجموعة من القرارات والتدابير السابقة التي كان يفترض من الناحية التسلسلية والطبيعية أنها ستصل إلى الباب المسدود وإلى الأزمة الكبرى كما يحدث حاليا. هناك قرارات كثيرة أخرى ربما سيأتي الحديث عنها، ولكن الآن مشكل الضريبة هو الذي فجر هذا الوضع. الإشكال مرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي جاء بمقتضيات الإدارة أو الضريبة أو وزارة المالية أو وزير العدل يقول على أنه ليس نظام ضريبي جديد، ولكن نحن نقول على أنه نظام ضريبي جديد سواء من حيث الإجراءات أو من حيث المضمون. هو نظام يعتمد على تسبيق الأداء في مجموعة من الملفات، والحال على أنه هذا الأمر لا يراعي طبيعة مهنة المحاماة ولا الخصوصية الحقوقية والإنسانية والاجتماعية التي يمارسها. وبالتالي نحن طالبنا بأن تكون هناك نظام ضريبي عادل يراعي هذه الطبيعة، وأيضا نظام ضريبي يمكن أن يجسد المساواة الضريبية. كيف يعقل على أن جميع المهن سواء القانونية أو القضائية ولا حتى المهن الأخرى، الطب والهندسة، لا يفرض عليها هذا النظام رغم أنها مهنة حرة بحال المحاماة؟ فإذا به يتم فرض هذا الإجراء بصفة منفردة على مهنة المحاماة، وهذا الأمر يعبر عن استهدافين. رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% هو مسألة جد خطيرة، لأنها ولو أننا كمحامون وسطاء من أجل تحصيلها لفائدة الدولة، ولكن تحصيلها سيجعلنا نعاني من مشاكل وأزمات مع الموكلين الذي لا يفهمون على أنها ضريبة يؤديها آخر مستهلك. وأيضا هناك مجموعة من الأمور الأخرى التي ينبغي ضبطها. مطالبنا بسيطة في هذا الإطار، يسحب هذه المقتضيات، هي تأجيلها إلى غاية فتح نقاش موسع عن طريق مقاربة تشاركية يتم فيها مراعاة ليس فقط الخصوصية والطبيعة ديال مهنة المحاماة والوضعية الهشاشة اللي يعيشها الكثير من المحامين، ولكن حتى نحدد الآليات العملية الفعالة من أجل التفعيل. الآن حتى لو كان هذا القانون مثلا أصبح قانونا ملزما ومطبقا، فتأكد على أنه لن يكون هناك، ليس لديهم الآليات لتفعيلها، وليست للمحامي الإرادة الجدية من أجل التفعيل، لأنها ستكون خارج نطاق إرادتهم ولا يقبلون بها، وسيما أنهم يعيشون مجموعة من الأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا وناتجة عن تقلص مجال الاشتغال ومجموعة من الإشكاليات الأخرى. علاش هذا التعثر هذا لحد الآن؟ وبالفعل هو مكتب جمعية إدارة المحامين المغرب الذي يمثل المحامين على صعيد الوطن كانت له نية في تدبير هذا الملف عن طريق التفاوض، وكانت هناك لقاءات قبل لقاء المدير رئيس الحكومة والسيد وزير المنتدى المكلف المالية الميزانية ووزير العدل، كان هناك لقاء توسطت فيه الفرق البرلمانية الأغلبية والمعارضة، وكانت هناك مطالب. الإشكال مرتبط بأنه هذه المقتضيات الضريبية فرضت على المحامون فرضا، والجهات التي فرضتها تظن على أن المحامون موافقون عليها وعلى أنها امتياز لهم. الشاهد على ذلك على أن السيد فوزي القجع الوزير المكلف بالميزانية صرح لنا في اجتماع ديال الفرق البرلمانية، وصرح أيضا حتى في اللقاء الذي جمعنا مع رئيس الحكومة، على أن هذا النقاش بدأ في شهر يوليوز وعلى أن المحامون موافقون.
واستشف هذا التوافق أو هذه الموافقة من طرف المحامون بأن وزير العدل الحاضر عن المحامون، وكأننا تابعون لوزير العدل، وكأن وزير العدل أعطيناه وكالة لكي يمتنا في هذه المسألة. السؤال على شنو علاقتكم أنتم أولا بوزارة؟ هذا موضوع جد مهم. منذ استقلال السلطة القضائية لم تعد هناك أي وصاية لوزارة العدل على مهنة المحاماة. علاقة التي تربط بين وزارة العدل وبين المحاماة لا تتجاوز بعض القوانين التشريعية التي تتعلق بالمحاماة بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلنا مثل باقي المواطنين. الآن العلاقة الوحيدة التي تربطنا هي بالسيد الوكيل العام في إطار الرقابة القضائية والطعن في قرارات المؤسسات المهنية، سواء مؤسسة النقيب أو مؤسسة المجلس. أما وزارة العدل فلم يعد يربطها بنا أي صلة بعد أن استقل القضاء، وأصبحت علاقتنا ليست وصاية ولكن علاقة رقابة في خصوص قرارات تدبيرية لها عن طريق الطعون التي يمارسها الوكيل العام والتعقيب الذي يمكن أن تمارسه محكمة غرفة المشورة أو الغرفة الإدارية بمحكمة النقد. أما مع ذلك فلا تربطنا أي صلة أو وصاية بوزارة العدل، ولكن مع ذلك نلاحظ ولا ناس السيد الوزير دائما ما يحشر نفسه في أي موضوع يتعلق بالمحامون. هذا الأمر لم يحدث فقط في تدبير هذه الملفات الضريبية من خلال الاجتماعات التي جرت والتي أصر أن يكون حاضرا رغم أنها مسألة مالية ترتبط بوزارة المالية ولا علاقة لها بوزارة العدل، ولكنه حتى قبل ذلك حينما ناقشنا ملف التعاضدية وملف الحماية الاجتماعية كان أيضا حاضرا. لذلك نحن نتساءل سبب وجود هذا الشخص ولو أنه عضو في الحكومة، ولكن هو يدبر واحد المجال ديال الوزارة التي سحب منها الجانب القضائي واصبح الجانب الإداري المكاتب والموظفين. فما لماذا 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 تنصب نفسك دائما في مواجهة المحامون في كل ما يتعلق بملفاتهم المالية والاجتماعية التي تخرج عن أي اختصاص؟ لماذا هذا علاقة التوتر بين الوزير وهو المحامي وهو جزء من المحامين؟ فعلا أنا هذه المسألة هي هو الذي يجب أن أشرحها، لأن قبل أن تكون هذه الملفات شخصية منذ التصريحات الأولى اتهم المحامون بالتهرب والضرائب، وقلنا ربما على أنها سحبت صيف عابرة، والتقى مكتب الجمعية به واعتذر ثلاث مرات وبواحد العبارة قال على أنني راه مسطي ما تديوش عليا بهذه العبارة اللي سنتحمل المسؤولية فيها لأنني كنت حاضرا. ولكن مع ذلك أنا أقول على أن النزاع في طبيعته أكثر من هذه الإشكاليات الموضوعية التي يخلقها، هو نزاع ذو طبيعة شخصية، وحتى الأمر والأزمة مرتبطة بشخص. إذا تمت إقالة السيد عبد اللطيف وهبي فكن متأكد على أن جميع الأزمات وجميع المشاكل التي يعاني هذا القطاع والتي أدت إلى احتقال لا نعرف حجم التأثيرات التي يمكن أن يخلقها في إطار تدبير الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار داخل المجتمع بصفة عامة. ذلك هي حملة مستهدفة يقودها هذا الوزير، والضريبة ربما هي الحلقة التي أفاضت الأكس وهي الحلقة الأخيرة. لذلك مسألة غير مرتبطة بالمهن الأخرى، المهن الأخرى فعلا تمت زيادة في نسبة ديال 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 الضرائب المفروضة، ولكن حتى تم إقرار نظام اللي هو غير عادل اللي هو نظام ديال التسبيق والذي نرفضه لانه لا يوجد اي مهنه تم التعامل بها بنفس التعامل. حنا كنطالبوا بالمساواه، داكشي اللي درتو مع المهن الاخرى نديروه. ونظام الضريبي راه ماشي جديد، نظام الضريبي راه كان منذ مده طويله وكان المحامون يصرحون، واللي الذي لا يصرحون راه اداره الضرائب راه عندها الحق على انها تسلك المساطر والاجراءات القانونيه اللي كاينه في مدونه في ضبط كل المخالفين في ضبط كل المخالفات. اما باش تلزموني باداء هذا المبلغ واش، فإن هذه المسألة لا ليست مشروعة لا من ناحية الدستورية ولا القانونية ولا الواقعية. كيف هو حال الوضع التنظيمي ديال الجمعية في تصديها لهذا الأمر هذا؟ البعض كيقول بأن هناك تضادع، كاين تنافر، كاين يعني عدم انسجام، كل واحد كيضرب على جهته، بصح كل واحد كيضرب على الهيئة ديالو. شنو الواقع في الجمعية وباقي علاقتها بباقي الهيئات؟ هو بالفعل الجمعية تعيش أزمة، أزمة مؤسساتية وأزمة تنظيمية ناتجة على عدم احترام القرارات التي تصدرها من طرف مجموعة من النقباء والهيئات اللي تتكون ممثلة وحاضرة. وهذه المسألة جد خطيرة، وربما غتضرب المصداقية ديال الجمعية في إطار تمثيلها لكافة المحاميات والمحامين بالمغرب. ولكن حتى أكون صادقا، في الاجتماع الذي كان مع السيد رئيس الحكومة ربما كان هناك المطلب الأساسي الذي هو سحب هذه المقتضيات. سيد رئيس الحكومة قال لأنه هذا الحل لا يمكن أن يكون، بالتالي أصبحنا أمام إكراه موضوعي
يتعلق بالموضوع أنه يجب هذه الإصلاحات والتعديلات أن تكون في إطار الإبقاء على هذه المقتضيات وليس في إطار السحب. وهذه المسألة جد ضيقة وحساسة، حتى لو كانت هناك مكاسب لن يفهمها المحامين الذين ربما لم يستوعبوا بعض هذه المقتضيات، والتي ربما عندهم الأمور أخذوها من الناحية الشكلية أكثر من الناحية الموضوعية، وكاين إكراه على المستوى الزمني، لأنه تدبير هذه المطالب التي سيطالب بها في إطار هذا الحل ديال إبقاء هذه المقتضيات كان في واحد المدة زمنية قصيرة اللي كان يصعب معها بلورة موقف متكامل يتضمن جميع التفاصيل وجميع الخصوصيات التي يجب أن تراعى في, 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 في لذلك ربما كان الأفضل أن تعتبر هذه الجلسة الحوارية هي جلسة أولى في إطار سلسلة من جلسات الحوار، وأن يتم الاتفاق على لجنة مشتركة تقنية من أجل بلورة هذه المستجدات، وفيما بعد يكون هناك لقاء نهائي من أجل بلورتها. ربما هذا هو الذي دار شوية الارتباك بين هيئات التي ذهبت مع أنه كان هناك توافق ولو بدائي يجب البدء واستئناف العمل، وهيئات أخرى اعتبرت أنه لا زال ليس هناك حل. وشد أمر طبيعي لأنه نقب حاضرين في الاجتماع ديال رئيس الحكومة وخرج بلاغ يدعو إلى تعليق، ومن بعد كل نقيب كيلغي بالغاه بين قوسين. هي فعلا ممكن النقباء اللي خضعوا الضغوطات ديال القواعد ديالهم باش ما يكونش هذا الالتزام، ولو أنه في البلاغ ديال الجمعية ما كانش توجيه على انه يتم استئناف العمل، قال على انه تم لقاء واحد الحل مبدئي في اطار واحد شروط معينه، حل مبدئي في اطار شروط معينه. بالتالي هذه المساله الجمعيه ما حسمتش فيها الاشتغال ولا ماشي الاشتغال، بالتالي بقات مساله متروكه للهيئات. الهيئات كاين اللي ارتاع على انه حفاظا على مصالح حقوق الاطراف والمحامين يجب استئناف العمل، وكون اللي ساعدوا في اطار المقاطعه بينهم هيئة المحامين بالرباط التي افتخر بالانتماء اليها. اذا هذه المسألة راه ما حسمت فيها الجمعية، وهذا التضارب ربما يكون مسألة طبيعية، كنا نتمنوا على أنه يكون موقف واحد من جميع الهيئات، ولكن هذا التضارب يبقى صحيا وطبيعيا ما دام أن مكتب الجمعية لم يحسب هذه المسألة نقطة الشغال أم لا، اعتبر فقط أنه وصول إلى اتفاق مبدئي وأنه ربما يحتاج إلى نقاش، ربما يحتاج إلى بلورة المقتضيات دياله بشكل أكبر وبشكل أكثر تفصيل، ولكنه لم يصل إلى حل معين. ولكن مع ذلك أنا أشهد أن على النقبة أرى يحملون هما وغيرة مهنية ربما أكثر من المحامين الآخرين الذين يناضلون من مواقع أخرى، أرى تجدهم يتحرقون ويحسون بالمسؤولية، ولكن في بعض الأحيان حينما يتم تكون مسؤول على تدبير مجموعة من المصالح تخضع لمجموعة من التوازنات التي تدخل في إطار الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لذلك يكون في بعض الأحيان مواقف قد لا تبدو على أنها قوية. واش هذا الشيء اللي كنت كنقول للسي إدريسي لمسناه يعني عن قرب في المخرجات اللي كانت في الاجتماع ديال بوسكوره ديال الجمعيه العموميه ديال المجلس ديال جمعيه المحامين، ومن بعد في علاقته بالبلاغ الاخير ديال المكتب بان بانه كان هناك تضارب، شنو اللي وقع بالضبط؟ تماما، هو كان الاجتماع ديال مجلس الجمعيه التي دعا اليه مكتب الجمعيه طبقا الماده 16 من القانون الداخلي ديال 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 ديال, 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 ديال الجمعيه، وكان نقاش هو حينما نتامل اختصاصات مجلس الجمعية نجد على أن هناك مجموعة من الاختصاصات، ولكن ليس من بينها التقرير في المسائل المهنية الذي هو حكر على مكتب الجمعية. ولكن النقاش الذي كان قوي وحاد في مجلس الجمعية ومجموعة من الأفكار كانت مهمة، ولكنها كانت ملزمة، ليس ملزمة من الناحية القانونية وأسطر عليها، هي ملزمة من الناحية الأخلاقية ما دام أنها تعبر عن رأي برلمان المحامين، و التوجه الغالب صار في اتجاه المقاطعة الشاملة، ولكن غير من حيث المنطق، ونحن سيرنا في المنطقة في المقاطعة الشاملة، وأنا مع المقاطعة الشاملة، أنا من رأيي الشخصي مع المقاطعة الشاملة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب ولكن يتعلق بالملفات الأخرى الخطيرة. إذا حينما تتفاوض فعلا كانت هناك توصية، ليس قرار، توصية بالمقاطعة، مجلس ولا مكتب الجمعية صار في الاتجاه ديال صعيد تلك المقاطعة يوم يومين أسبوع وما إلى ذلك، ولكن في نظري على أنك حينما تذهب إلى التفاوض لا يمكن أن تذهب بحل واحد، وإلا فلا يسمى تفاوض،
التفاوض هو التوافق. التفاوض هو الحل الأول والحل الثاني والحل الثالث. أما حينما أذهب إلى التفاوض ولدي حل واحد فأنا لا أتفاوض. إذا كان يفترض على أن لا أذهب إلى التفاوض مادام لدينا حل واحد، إن الطرف الآخر لا يمكن أن تفرض عليه هذا الحل وأن نذهب في التصعيد. الطرف الآخر هذه دولة، وبالتالي فما ما هي دولة ولديها التوازنات ولديها حسابات وشغلوا ما هذاك. ولكن إحنا حينما ما خصناش، إذا ما خصناش نسميه تفاوض، نمشيو جلسة إملاء رأي. أما باش نذهب في اتجاه فرض رأي واحد فهذه المسألة ربما كان أحرى أن نؤجل، حينما لا يتم الاستجابة إلى سحب هذه المقتضيات أن نؤجل النقاش ونسعى إلى طرق تصعيدية أخرى. أما وذهبنا للتفاوض فكان الأمر مفتوح على جميع الاحتمالات. يعني كسؤال أخير من هذا المحور المتعلق بالضريبة، كيفاش كيبان لك الأفق أستاذ إدريسي؟ في الحقيقة الأفق يبدو مظلما، صراحة يبدو مظلما. هي الأمور جد بسيطة، ربما إذا كانت للدولة الإرادة هي أن سحب هذه المقتضيات وفتح نقاش محام المنفتحون على، ولكن تعطينا الوقت وتعطينا الإمكانية ديال اقتراح البدائل. أما أن تكون ملزمين بحيز زمني جد ضيق ويجب اتخاذ قرارات فيه، فأكيد على أن الوضع سيكون كارثي على جميع المستويات. نعم. طيب ننتقل للمحور الثاني أستاذ إدريسي، اللي هو متعلق بالعلاقة بالوزارة العدل ووضع عدد الملفات واللي كلها تحت عنوان عدم نهج المقاربة التشاركية. نبدأ مثلا بمسودة قانون المهنة المحامية، فين كاين الإشكالية؟ قانون المهنة كاين على المستوى الشكلي وعلى المستوى المضمون. على المستوى الشكلي كانت هناك محاضر في الولاية السابقة لمكتب الجمعية، كانت هناك محاضر موقعة عن طريق مجموعة من الجلسات الحوارية، تم الاتفاق على الأشياء التي يجب تعديلها، كان هناك اختلاف على شيئين فقط. جاء السيد وهبي لم يعتمد هذه المحاضر وأعد مسودة بمفرده، رغم أنه كان وعدا أن تكون مقاربة تشاركية في إعدادها، لم يعطيها لمكتب الجمعية بصفة رسمية لكي توزعها للهيئات والمحامون من أجل الإدلاء برأيهم، ولكن فوجئ الجميع على أنها تسرب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو الإشكال الشكلي. المضمون كارثي، المضمون كل مضامين تمس باستقلالية وحصانات مهنة المحاماة. سيصبح القضاء يتحكم في المحاماة كيفما كان، مؤسسة النقيب سيتم إفراغها من محتواها، المجلس سيتم إضعافه، ومجموعة من على مستوى طموح المحامي في توسيع مجال الشغال ليس هناك أي توسيع، هناك فقط تضييق. إذن لا من ناحية الشكلية ولا من ناحية المضمونية، هي مسألة مرفوضة جدا، وأظن على أنه يجب أن يستحي من أعد هذه المدونة وأن يعرضها على العموم، لأنها بالفعل ستجعل المحاماة محاماة ضعيفة، محاماة غير مستقلة، غير محصنة، لا يمكن أن تقوم بأدوار الدفاع عن نفسها، فما بالك أن تقوم بالدفاع عن الأفراد والمجتمع. على أبواب امتحان ديال الولوج للمهنة، وهذا الولوج المهنة الآن إلى حد الساعة تقريبا عنده حتى 68 ألف مترشح، يعني كيف ممكن هذا العدد كله ما عارفاش حنا العدد بالضبط اللي غادي يجي في ظل تقليص صلاحيات ديال المحامي، هذا فين غادي يجيو؟ إذا هذا جانب، إذا هذنا باش نقولوا على أن هناك مخطط استهداف يتضمن الجانب القانوني ويتضمن الجانب الاجتماعي ويتضمن الجانب المالي والجانب الحقوقي. امتحان إشكال آخر أيضا، امتحان انطلاقا من إرادة منفردة لوزارة العدل دون أن تكون هناك احتياجات للهيئات، لأن كل هيئة لديها احتياجات. في الرباط على مستوى هيئة الرباط لدينا مجموعة من المحامين الذين لم يستطيعوا إيجاد مكتب كمتمرين، مجموعة من الذين قد رسموا ويشتغلون في إطار المساعدة لم يعودوا يستطيعون أن يفتحوا مكاتب. الوضع مزري، الوضع كارثي، الوضع الكثير تخلى على مهنة المحاماة، فكيف يمكن أن تأتي بجحافل المحامين إلى مهنة تعاني من كل هذه الأزمات وتعاني بنيتها الاستقبالية من الضعف ومن الوهن؟ إذا هذه المسألة ديال الامتحان أيضا ستزيد الطين بلة، وربما الهيئات راه لن تسكت لأنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات. ربما الدار البيضاء ردت رسم الشراك 200 ألف درهم، وأكيد على أن الهيئات غتمشي في اتجاه ولا غتكون أكثر، ربما يكون رفض قبول الطلبات. إذا راه هاد الناس راه تنغمروا بهم هاد المحامون الجدد اللي يفترض أنهم سيكونون جدد، ولن يجدوا البيئة، لا سيما أن الدولة
وأن وزارة العدل لا تدعم على أن هناك تضييقات من جميع الجوانب. لو كان هناك مثلا توسيع لمجال الاشتغال، إعفاءات ضريبية، نظام ضريبي يراعي مهنة المحاماة، نظام اجتماعي يوفر التغطية الصحية والتقاعد بشكل الذي تفرضه التعاضدية التي سنتحدث عن موضعها والتي نفتخر بها ونصر على ضرورة الإبقاء عليها، حينئذ يمكنه. ولكن حتى المسألة ديال العدد مسألة مهمة. أنا مثلا كهيئة صغيرة يلا يخصني 10 ديال المتمرنين، منين غندخل 6000 ولا 7000؟ كازا مثلا فاش دخلوا 4500 كازا هزات 1000 وشي حاجة، كازا ما مستعداش، هي البنية الاستقبالية ديالها ما كافياش. واش دير 1000 ولا درت 1000 كازا فين يمشيو؟ مثلا الا طلعتي 4000 ولا فين يمشيو الاخرين؟ مثلا كاينه اللي ما عندهاش. اذا انت تحل المشكل البطاله وتتقول انك تتحل مشكل الشغل على مستوى البلاد، وانت راه تتلوح ناس في اطار المجهول، في ناس في واحد المهنه اللي ولاو اصلا يفكرون واش غيبقاو فيها ولا ما يبقاوش. ولكن المتتبع مثلا يسمع الخطاب ديالك استاذ ادريسي غيفهمك انه انتم كمحامين بغيتوا تحتكروا المهنه على غير باقي المهن القانونيه الاخرى، وما بغيتوش وافدين او ما بغيتوش محامين شباب اللي طلعوا. انتم حتى البارح كنتوا طلعتوا لهذه المهنه هذه؟ اكيد احنا تنقولوا هاد الناس هادو اللي بغيو منين يجيو نستقبلوهم في واحد البنيه استقباليه اللي في المستوى، يكون معهد وطني يليق بالتكوين والتفرغ ديال المهن القانونيه والقضائيه. لا الا بغيتي نهضروا في هذا الموضوع نهضروا، ولكن انا تنهضر على معهد مستقل لمهنه المحاماه وليس معهد ديال المهن القضائيه والقانونيه، ويكونوا تسهيلات ويكونوا مجموعه من التدابير والموازيه من اجل ان يلقى هؤلاء المحامين المتمرين البيئه المناسبه. ما نمشوش بعيد، مشاو القضاة شوف كيف تيديروا لهم، دير لهم معهد مستقل، اعطي لهم دي سالير منذ البداية، تخضعوا لواحد التكوين متميز وتدخلوا عدد قليل، مع العلم أن المحاكم في حاجة إلى قضاة، راه عدد القضاة راه غير كافي، راه رؤساء المحاكم مسؤولي القضية تتشكاو. نحن نرحب بجميع المحامين، أبناؤنا وإخواننا وأحباؤنا، ونريد أن يشاركونا هذا الهم في الدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عن الديمقراطية ومشاركتنا النبل وسمو هذه المهنة. ولكن احنا نقول لهم على انهم مرحبا بهم في اي وقت، ولكن غير نوفروا البنيه الاستقباليه التي توازي طموحاتنا وطموحاتهم من اجل ان يكونوا بالفعل فاعلين في مهنه الدفاع التي تعتبر من اهم الاسس الجوهريه لتحقيق العداله. نعم، نكملوا هذه الفكره. شنو التصور ديالك على معهد المهن القانونيه والقضائيه؟ من 93 سيدي كانت الدوله ملتزمه بان تؤسس معهد مستقل ديال مهنه المحاماه بحال المعهد العالي للقضاء. تكرر في 2008 القانون ديال 2008 واكدوا على هذا المعهد، من ثم ما عاودش كان شي معهد الى غايه الان. انه كان واحد مشروع معهد مع وزير العدل الاجر اللي ربما ما كان في اطار قانوني ولكن واقعيا ما كانش. كان الان دار كاين واحد المحل اللي كان مخصص للمعهد العالي للقضاء واللي ما بقاش، وقالوا على انه غيسميوه معهد المهن القضائيه والقانونيه وكتابة الضبط، ويتكونوا فيه الموثقين والعدول والمفوضين وكتاب الضبط إلى جانب المحامين. هذا المعهد جد خطير. أولا تحيد التزام الدولة بتأسيس معهد مستقل للمحامين. ثاني حاجة من تنتأملوا في المجلس الإداري ديال هذا المعهد نجد على أنه يتكون من 17 العضو، في 3 يمثلون فقط المحامين. إذا حنا ما عندناش الاستقلالية في التدبير ديال هذا المعهد. على المستوى البيداغوجي اللي تحدد المسائل ديال التكوين، وحنا التكوين ديالنا راه بواحد الطبيعه خاصه اللي فيه الحقوق والحريات والجرأه والشجاعه وما الى ذلك. هذا الجانب البيداغوجي اللي تحدد مواد ومعطيات التكوين فيه 12 واحد، حنا ممتلين بجوج. اذا تظن على ان هذا البيداغوجي غيعلم المحامي الشجاعه والجرأه في مواجهه القضاء في الدفاع على القضايا، ولا غيعول الخنوع وعندك دير هذه الا درتي هكا غادي نشطبوا عليك وما الى ذلك. كاين الجانب المالي، الجانب التأديبي، أن هذا المعهد ولا مختص بالتأديب، ومع العلم أنه ما تتخصص هذا المعهد فقط في التكوين الأساسي ديال المتمرين، ولكن حتى التكوين التخصصي والمستمر ديال المحامين الرسميين. إذا هذا المعهد ياخذ الهيئات الاختصاص الأصيل ديالها في التأديب، وهذه المسألة تضرب الاستقلالية بل حتى في الجانب المالي. حنا مثلا تنستخلصوا هذه الرسوم ديال الخيرات وتنسخسخو، علاش؟ لانه في الغالب لاننا تنقوموا بجانب التكوين. ملي غايولي هذا المعهد تيدير التكوين اللي ماشي تنشرفوا عليه بصفه مطلقه، غايولي يقول لك اسيدي هذه الرسوم حيده، اولا حد منها لواحد واحد 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 المبلغ اللي كان بسيط جدا.
إذن هذا المعهد هو مسألة جد خطيرة لا يقل خطورة عن الضرائب ولا على قانون المهنة وعلى القوانين المسودات الأخرى التي تستهدف مهنة المحاماة، واحد الاستهداف الذي يراد منها إضعافها وتدجينها. الوضع ولا المستقبل لا يبشر بالخير على أنه يمكن أن تكون هناك مقاربة شوكة صحيحة يمكن أن يتم من خلالها استجابة إلى مطالب المحامي المشروعة دفاعا عن المحاكمة العادلة وعن حقوق جميع الأطراف العملية القضائية.